اسمي باميلا منصور وأنا مخرجة من لبنان. بحالة إلى حيث البروجي ما إجا هيك من دون خلفية، يعني أصلا ما في ولا فيلم بيجي هيك من العدم بالمطلق. دايما المخرج عنده أفكار، عنده أشياء بتدفشه نحو أنه يعمل عمل معين. بحالة إلى حيث أنا وجوزيف عبدول تلاقينا على نفس الفكرة، اللي هي انه كنا حابين نشوف الجسد بطريقة عادة نحنا ما معودين نشوفها دايما. ليش؟ لانه كنا عم نستعمل الماكرو لانس او عدسة الماكرو، من خلالها نحنا شفنا الجسد مش كجسد، شفناه كشكل ممكن يحسسنا انه عم نشوف مناظر طبيعية مثل صحراء او جبل او اي شيء تاني. هذا الشيء نابع من انه اكيد انا عندي تساؤلاتي وجوزيف عنده تساؤلاته، بس اشتغلنا سوا وكان البروجي نوع من ارتجال امتد على مدى 5 سنين تقريبا. صورنا فيهن ساعات وساعات لحين ما وصلنا لنتيجة الفيلم، اللي هو طلع فيلم تجريبي قصير مدته 8 دقايق وبياخدنا هيك بشي حلو كتير، بعيد كل البعد عن الصورة النمطية للجسد، وشفنا قديه معقول هذا الشيء ودينا على اشياء تانية. كانت اكسبيرينس حلوة كتير لانه كانت ارتجال، ما كنا مخططين، ما كنا حاطين سيناريو او هلأ بدنا نصور هيك او هلأ بدنا نصور هون او هونيك. لا، تركنا الكاميرا تمشي، ونحن وعم نتركها تمشي كنا عم نتفرج على المونيتور وعم نشوف هذا الشيء كتير حلو. كوفيد اكيد اثرت، كل الفستيفلز قلبوا اونلاين، صار في مساحة افتراضية لعرض الافلام. هالشي اكيد لعب كتير لصالح مخرجين بعضهم مبلشين، واكيد لعب لصالح فيلمي انا الى حيث، لانه فيلم تجريبي عادة حتى لو كان العرض حضوري جمهوره محدود وجمهوره قليل. ادى العروض الافتراضية والمهرجانات الافتراضية انه يكون في ناس عم تحضر هذا الفيلم وعم تتعرف على الاكسبيريمنتال جانرا. فبعتقد انه كانت شيء منيح لإلي انا شخصيا، بس علاقه الانترنت بالافلام والسينما مقابل الانترنت هي شيء كتير فيه بارادوكس، لانه السينما خلقت تنكون نحن بقلب صاله، تنكون قاعدين على مقعد عم نحضر شاشه كبيره. ما بحب شوف الأفلام عم تتحول من عروض بصالات كبيرة لشاشة صغيرة على التليفون أو على التي في السمارت تي في أو على تابلت. ما بحب شوف هذا الشيء، لأنه بعتبر أنه جزء كبير من الفن السابع عم نخسره وعم منحوره وعم منحوله لشيء ما خلق يكون كرماله. لبنان عبالي يأخذ السينما، لا بفضل اسال هي وين بدها تاخذني، بفضل اتساءل حوالي هذا الموضوع، لانه السينما بتخليك تروح لاماكن بالايام الطبيعيه انت ما بتروح عليها. قويه السينما، عندها هيك تقدر it can lead، بتقدر تاخذك، بتقدر تمشيك، تمسكك بايدك وتفوتك على طرقات انت عادة ما بتشوفها. فضل فكر بهالمنطلق. انا بعد يمكن عندي سنين طويلة لقدام، فانا اقدر اخذ السينما لمحل يعني بدي يكون ما بعرف، يعني بدي يكون قطعت شوط كبير بالحياة بالمطلق. بس
أكيد أنه إذا السينما أخذتني لمحلات جديدة وهالشي تكرر، أكيد أنا يمكن أقدر أضيف شيء على السينما ويمكن لا، بس على أكيد هي حتضيف شيء لإلي أنا. هلأ هني بيقولوا أنه لما الفرير لوميير عرضوا أفلامهم وبلشوا يشوفوا السينماتوغراف لوين معقول يوصل، هني لقيوا محدود وأعلنوا أنه السينماتوغراف بهيداك الوقت كان سينماتوغراف، أعلنوا أنه السينماتوغراف هو شيء ثاني. بس بعد أكثر من 100 سنة نحن هون بال2021، على الأكيد أنا ما بدي شوف السينما عم بتموت. وهون برجع للسؤال اللي قبل هيدا، أنه إذا السينما والإنترنت شو علاقتهم ببعضهم؟ السينما ما لازم تموت، صالة السينما هي بحد ذاتها خبرة، بمجرد ما أنه نفوت ونقعد بقلب الصالة ونطفي الأضوية ونحضر الفيلم هي خبرة أنا ما بدي شوفها عم تخلص. لبال عبالي أنه تضل إذا منقدر أبدية.